عندي جرثومة في المعدة، أخذت العلاج، هو العلاج 3 أسبوع ما صار تحسن عندي، شوفي إلى علاج منكم ولك جزيل الشكر. وجرثومة المعدة يعني حكينا عنها سابقا كتير، ممكن إحنا نأخذ علاجات بسيطة جدا. أول شيء شرب الكركم اللي هو العصفور، نجيبه عيدان ونغليه كويس، يعني نكسره ونغليه ونشرب كاس قبل كل وجبة كاس لمدة 2 أسبوع كتير ممتاز. شرب عرق السوس ممتاز جدا برضو قبل الوجبة. نجيب بطاطا نية ونعصرها عن طريق المونيكس ونصفيها وناخد مقدار فنجان على الريق. تناول البصل المشوي أيضا ممتاز جدا. تناول خل الطبيعي سواء مع ماء أو مع سلطة وممتاز جدا أيضا لمشاكل المعدة.